السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتكم أهواني وأهلا وسهلا بكم ويا مية هلا. معكم زيادادي أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق، رحب بكم أجمل ترحيب. اليوم احنا عندنا شلون تميز بين المقامات، ضرورية جدا. قبل ما أبدأ أنا طبعا هذا ضروري لكم لآلة جماعة آلة العود اللي تعلموها، وأيضا لقضية أنه اللي يريد من خلال يتعلم غناء والأصوات يجب أن يفرق بعد ما يتمرن وبعد ما يتم تعديل صوته، ينتقل إلى المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الصوت والتفريق بين المقامات، يعني تضخيم الصوت والتفريق بين المقامات، واللي هي مثلا احنا عندنا عجم. قبل ما أبدأ، دورات أونلاين موجود رقم الواتساب أسفل الفيديو، وهذا تقدر أنه تتصل بيه وتشترك بالقناة مباشرة وياي. طبعا راح تصير الدورات ممكن على الواتساب، الإيمو، السكايبي والزوم وأي تطبيق آخر. تقوية الصوت ضرورية جدا، قوي صوتك تتعلم مهم جدا إليك نظريا أكاديميا، نحتاج لك أستاذ أنه عنده المعرفة القوية من خلال تقوية النفس. طبعا ما يبدي لك أول شهر بتقوية النفس وتعديل الصوت ثم ينتقل لك إلى المقامات. إحنا عندنا نقول مثلا ناخذ على البيانو، عندنا عجل دو ري مي فا، لاحظ هذا عجل دو ري مي فا، إذا نهون دو ري مي فا، لاحظ يعني العجل دو ري مي فا دو ري مي فا، فرحان العجب. النهاون دو ري با دو ري دو ري مي فا دو ري مي فا، لا لا شويه بي مكسور، لاحظ وركز كل زين، لاحظ وركز كل زين. احنا مثلا اذا اريد نروح كورد، كثير من الاخوان يقول لي احنا نبدي بالكورد من الري او من الدو عفوا، كثير من الاخوان يقول انا ابدي من الدو، طبعا هذا غلط. الكورد دائما يبدي من الري، النهاوند اللي اخذناه يبدي من الدو، العجم من الدو، درجة استقراره هي الدو البداية عفوا. الكورد لا، الكورد والبيات يبدون منين؟ من الري. كورد لاحظ ري مي، شوف ري مي فا صول لا سي دو ري ري دو سي بمول لا صول فا مي ري، لا 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 لا. إذن صار عندنا أولا عجب دو ري مي فا فرحان، ناون مكسور دو ري مي فا، ناخذ الأجناس الأولى، داخذ الاجناس الاولى. عندنا كورد، منين نبدي كورد؟ من الري، ري مي فا صول ري مي فا صول، اوكي. يعني راح اعيدكم اياها مره الاخيره حتى ينتهي، حتى تقدرون تفرقون. عجم فرحان دو لا لا لا، لاحظ انه هون
لا 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 كرد لا 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 وأخذنا شوية على اللام هو ما. لأن اللام هو أساسا يسمونه الكردين، يعني بي أجناس كردين، وهاي إن شاء الله في الدروس القادمة أحتاجكم تتمرنون عليها، ودائما تتمرنون اسكلات وسلالم، وهاي احنا ما ماخذيها بالدروس. تحياتي لكم ومع الف سلامه، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وايضا اذا تحبون تشتركون بالدورات الاونلاين تفصيلا نفصلها بالدورات، وناخذ كورس كامل بالدروس للتقويم. تحياتي لكم ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.